إن شاء الله هتحمي نفسك وتحمي أولادك من مواقع إياها. تعالى معايا. أول حاجة هنخش على جوجل كروم، ومن جوجل كروم هنضغط على التلات نقط دهمت، تلات نقط هنا نضغط عليهم، ومن التلات نقط دول هنبحث على الإعدادات، إعدادات، ومن الإعدادات هننزل لتحت شوية، ننزل لتحت تاني لحد ما نجيب خيار الخصوصية، الأمان والخصوصية، وبعدين نضغط عليه، ننزل لتحت لحد ما نلاقي الخيار اللي هو استخدام، اللي هو استخدام نظام أسماء النقاط، النطاقات، ونضغط عليه. هيفتح لي الخيارات دي، هنضغط على الاختيار مقدم خدمة آخر، خدمة أخرى يعني آخر مقدم، هنضغط عليه عشان نفعلها قبل كده، وهنضغط على نخلي الخيار ده اهو اللي هو ده، ماشي، اللي هو ايه ده الفاميلي ده كده، وهو كده مظبوط ان شاء الله، كده امن عليك وعلى اولادك ان شاء الله من المواقع الايه اللي ملهاش لازمه، اللي بتخرب البيوت. بس بالله عليكم ما تنسوش دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.